إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحذركم ونفسي عن عصيان الله. واعلموا أيها الأحبة في الله بأن الاعتداءات على الإسلام ومقدساته وكراهية الإسلام تزداد يوما بعد يوم في بلاد الغرب وغيرها من أعداء هذا الدين. استفزازات واعتداءات آخرها حرق نسخة من المصحف في السويد يوم الأربعاء يوم عيد الأضحى أمام أكبر مسجد في عاصمة السويد من لاجئ عراقي كافر بترخيص من المحاكم السويدية وحماية من الشرطة السويدية. وهذه الحادثة تكررت في البلاد الإسكندنافية، وقبل ذلك الإساءة إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ضمن ذلك خطف أبناء المسلمين وسحب بناتهم وتسليمهم إلى المثليين والأسر الكافرة. وما يحدث في فرنسا في هذه الأيام ظاهر. فرنسا المعادية للإسلام التي تحارب حربا علنيا على مبادئ الإسلام وشعائر الإسلام، الحجاب، بدعوى حماية العلمانية. هذه الاستفزاءات والاعتداءات على الإسلام ومقدساته تزداد يوما بعد يوم في الغرب. والغريب أن تحدث هذه الأفعال الجنونية تحت مبرر حرية التعبير وحرية الكلام والحقوق الفردية والديمقراطية وغير ذلك من المسميات والأسماء. ولنا أن نقف مع هذه الأحداث بعض الوقفات. الوقفة الأولى
نتساءل لماذا هذا العداء؟ لماذا هذه الكراهية؟ لماذا هذا الاعتداء؟ لماذا هذه الاستفزازات؟ ما السبب؟ يأتي الجواب واضحا بأن الغرب أفلس دينيا وأخلاقيا، فلا دين لدى الغرب، حتى خرجوا عن النصرانية المنحرفة في أصلها وأخذوا الإلحاد واللادينية وإنكار الخالق. بعد إفلاس الغرب دينيا وأخلاقيا بدأ الإسلام ينتشر فيهم، بدأ الإسلام يتغلغل في بيوتهم، بدأ الإسلام يتوسع رقعته فيهم، لأن هذا الدين هو دين الفطرة، هو دين العقلانية، هو دين البرهان والبينة، هو الدين الذي يقتحم الأبواب والقلوب بدون استئذان، هو الدين الذي ينتشر من غير دعم من دولة ولا مؤسسة عالمية، هو الدين الذي يواجه كل الدعايات التي سخرت لتشويهه. هذا الدين هو أوسع الأديان انتشارا في العالم اليوم، ولا سيما في الغرب الملحد، فلم يتمالكوا ولم يملكوا أنفسهم حتى تصدر منهم هذه الأفعال والتصرفات الجنونية، ظنا منهم بأنهم بإمكانهم أن يوقفوا زحف هذا الدين وانتشاره فيهم. وقد صدق الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول كما في مسند أحمد وغيره: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. هذا الإسلام ينتشر لأن له قوة ذاتية، ولأجل هذا نرى هذا الغليان في دولهم، في فلاسفتهم، في مجانينهم، في كل تصرفاتهم، نقرأ هذا الغليان في هذا السياق. لكن هل بإمكانهم أن يوقفوا هذا الزحف؟ هل بإمكانهم أن يوقفوا انتشار الإسلام؟ لا، لا يمكن لأي دولة مهما كانت قوتها وقطرستها، ولا يمكن لأي شعب أن يوقف انتشار هذا الدين، لأنه دين الله. يقول الحق تبارك وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لاحظ هنا: ولو كره الكافرون، مهما كرهوا وتصرفوا بهذه التصرفات الطائشة، الله تبارك وتعالى متم نوره ولا شك. لا أحد يستطيع أن يقاوم الرب تبارك وتعالى. هذا هو السبب. الوقفة الثانية أحبتي في الله في التعليق على مثل هذه الأحداث،
على قاعدة قول الله تبارك وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الله تبارك وتعالى يقلب تصرفاتهم ودعاياتهم دعوة إلى الإسلام، فينقلب السحر على الساحر، ويخرج الله تبارك وتعالى من رحم المحن، يخرج من رحم المحن منحا، وذلك فضل من الله تبارك وتعالى. في حادثة الافتراء والإفك على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته، الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآيات: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الحوادث كثيرا ما تنقلب إلى منح ونعم، ويخرج الله تبارك وتعالى منها فوائد لا تحصى ومصالح. نعم، سخروا كل ما بإمكانهم من الإعلام والقوى الاقتصادية والقوى العسكرية في محاربة الإسلام، لكن كلما تزداد هذه، كلما تزداد الشعوب الغربية طلبا للإسلام، كلما يتجهون لقراءة الإسلام والمعرفة عن الإسلام، كلما يدخلون في دين الله أفواجا. نعم، اليوم وبعد كل ما حدث وبعد كل الدعايات وبعد كل ما صدر من هؤلاء المجانين، اليوم الإحصاءات التي تقدر دخول الإسلام مهما كانت متفاوتة، لكنها متفقة على أن هذا الدين هو أوسع الأديان انتشارا، ولا شك في ذلك، لا سيما في الغرب. ثم هؤلاء الذين يدخلون في الإسلام ليسوا شريحة واحدة: نساء، مثقفون، فلاسفة، ساسة، نعم، يدخلون في هذا الدين. هذا الذي يزعجهم. وفي أنحاء العالم ظهر مع الحجاج قسيس راهب كان يرعى كنيسة، وكان يتبعه آلاف من النصارى، دخل في دين الله تبارك وتعالى قبل قليل برؤيا رآها، ثم أقنع الآلاف هؤلاء الذين كانوا من أتباعه في الدخول في الإسلام، فدخلوا كلهم في دين الله تبارك وتعالى وهم ألوف. فظهر مع الحجاج قبل أيام وهو حاج في بيت الله الحرام ويقول: كأني ولدت اليوم، كأني ولدت اليوم. هذا الذي يزعج القربة، يزعج الغربة، ويزعج النصارى، ويزعج اليهود، ويزعج الكفار. فالله تبارك وتعالى قلب سحرهم عليهم، وقلب دعاياتهم إلى دعوة إلى الإسلام. الوقفة الثالثة أحبتي في الله: في هذه التصرفات والاعتداءات أيضا دلالة واضحة، وهو أمر في غاية الأهمية، على أن الغرب يفتضح يوما بعد يوم. الغرب يفتضح، قيمه تفتضح. أين هذه العبارات الرنانة الرائعة؟ أين التسامح الديني؟ أين التعايش؟ أين الحقوق؟ أين الديمقراطية؟ أين احترام؟ أين قبول الآخر؟ أين هذه القيم؟ افتضحت.
وظهر أنها ليست إلا خدعة. إذا كانت هذه العبارات وهذه المعاني تخدم مصالحهم فهي تسامح، فهي تعايش، فهي ديمقراطية، فهي حقوق، لكن إذا كانت لا تخدم مصالحهم كل هذه تذهب في مهب الريح، لا تعني شيئا لديهم. عندما يعتدون على مقدسات الإسلام وعلى المسلمين وعلى أطفال المسلمين، عند ذلك لا تسامح ولا تعايش ولا اعتبار لحقوق الإنسان ولا للمعتقدات ولا للأديان. لكن عندما يأتي أمر ولو كان يسيرا يتعلق بهم وبمقدساتهم وبقضايا تاريخية، حتى قضايا تاريخية قابلة للنقاش، أبدا، عند ذلك يستعملون هذه المعاني. فالغرب مزدوج، الغرب يكيل بأكيال مش بكيلين، الغرب يكيل بأكيال. إذا كانت القضية للمسلمين يكيلون بكيل معين، وإذا كانت القضية للغرب ولشعوبهم ومصالحهم يكيلون بكيل آخر. الغرب مزدوج وليس له قيم، وتلك القيم ما هي إلا خدعة، وقد انخدع بها كثير من المسلمين، خاصة من المثقفين من أبناء المسلمين. لكنهم افتضحوا اليوم ووضح عوارهم في ذلك، وفي ذلك مصلحة، لأن أبناءنا ممن أخذوا هذه الأفكار كانوا يدندنون في بلاد المسلمين، ولازالوا يستعملون هذه العبارات، ولازالوا يدعون الناس إلى هذه الأفكار، ولازالوا مخدوعين ومغرورين بالغرب وثقافة الغرب. لكن اليوم ماذا يستطيع أن يقول هذا المفتون مغرور المسكين عندما يرى أنهم فعلا ليست لهم قيم؟ على أقل أحواله يسكت على مضض، ولا يستطيع أن يقاوم الحجة بالحجة، ولا يقارع الحجة لأنه في الأصل لم يكن عنده حجة. وهذه فائدة عظيمة أيضا. من المواقف أيضا، من الوقفات، هذه التصرفات من فوائدها أيضا تعلم المسلمين الحقيقة، تعلم المسلمين أعداءهم ليعرفوا العدو من الصديق. الله تبارك وتعالى بيّن قضية الولاء والبراء، وبيّن أنهم يخفون في صدورهم، وما يخفون في صدورهم أعظم مما يبديه اللسان. وظهر وذكر تبارك وتعالى في غير ما آية هذه المعاني العظيمة، لكن المسلمين جهلوا واغتروا بهؤلاء، واختلط عليهم العدو من الصديق بالصديق، ولم يستطيعوا أن يميزوا. فهذه التصرفات تعطيك درسا لتعلم العدو من الصديق، ولتعلم معنى مبدأ الولاء والبراء الذي إذا فقده المسلمون يحصل الفساد ويعم الفساد في الأرض وفي المسلمين. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون في الأرض فساد، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الفساد هو أن يختلط العدو بالصديق ولا يتميز، ويضيع مبدأ الولاء والبراء،
ولا يعرف المسلم من يعادي ومن يوالي، هذا هو الفساد في الأرض. والله تبارك وتعالى أراد أن يميز. الوقفة الخامسة، واجبنا تجاه هذه الاستفزازات لنعلم أولا أن هذه التصرفات الطائشة من الكفار وأعداء دين الله ليست وليدة الزمن وليست وليدة العصر، وإنما كانت تحدث مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في بداية هذه الدعوة. لكن وهنا نتساءل، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج هذه القضايا؟ كيف كان يتصرف مع هذه الاستفزازات؟ لنعلم أو لنعرف المنهج الصحيح في التعامل مع هذه التصرفات والاعتداءات. أولا، لا نجر إلى ما لا يتوافق مع ديننا الحنيف. أي حركة نتحرك بها لابد وأن تنضبط بضوابط هذه الشريعة الحنيفة، ولا نحمل على الطيش وعلى الخفة وعلى التصرفات التي ليست لائقة بهذا الدين، بل ينبغي أن نتقيد دائما وأبدا ونحن نواجه هذه الاعتداءات، نتقيد بقواعد هذه الشريعة. فإن قاعدة القواعد في هذا الدين جلب المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، وعند التزاحم نرتكب أخف الضررين وندفع أثقلها بأخفها، بارتكاب أخفها. ثانيا، يكون الجواب الاستمساك بهذا الدين والازدياد من الدعوة إليه ونشره. والله تبارك وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. استمسك هذا الدين في وجه هذه الأمواج الدعائية الاستهزاءات، استمسك، تمسك، اصبر على هذا الدين وعلى الدعوة إليه، فإن الدعايات تذهب والزبد يذهب وما ينفع الناس يمكث بإذن الله تبارك وتعالى، والحقيقة تبقى، وهذا الدين هو المستقبل، هذا الدين قادم ولا شك، فاصبر على هذا الدين وإياك والقيام بتصرفات لا تتوافق مع هذا الدين. أي حركة نتحرك بها، أي جواب تصدر منا رسميا أو شعبيا، لابد وأن تكون منضبطة ومتقيدة بهذا الدين الحنيف، بسماحته، بأخلاقه، بمصالحه، بمراعاته للمفاسد، لا أن نطيش ونجيب الطيش بالطيش والخفة بالخفة والجنون بالجنون، فهذا ليس من شأن هذا الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.